سياسيا، نصب مؤخرا بإقليم مايوكي بي الغربي أعضاء المكاتب الفرعية للحركة الوطنية للإنقاذ وسط حضور كبير للمناضلين. التفاصيل لدى بحر الدين عبد الشافي الدود. إن مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم مايوكي بي الغربي يطلقون نشاطهم السياسي في مختلف المجالس داخل المقاطعات والمراكز الإدارية وكذا البلديات في الإقليم. هذا وقد ترأس المناسبة الأمين التنفيذي النائب للمجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بشار أحمد سعيد، الذي نصب أعضاء المكاتب الفرعية بالمقاطعات والمراكز الإدارية والبلديات التابعة للمجلس البلدي بمدينة بالا، وكان عدد أفراد المجالس التي شكلت حوالي 37 عضوا. وخلال الجلسة تداولت عدة كلمات قدمها الحاضرون تتعلق بالأنشطة السياسية لصالح الحركة. أما الأمين التنفيذي النائب للحركة الوطنية للإنقاذ بشار أحمد سعيد، حث المناضلين والمناضلات على ممارسة أنشطتهم السياسية من أجل نجاح الحزب. كما أشار الأمين التنفيذي إلى أن الرئيس المؤسس للحركة يعلم بأن لديه عدد كبير من المناضلين في هذا الإقليم. وفي ذات السياق، قام مؤخرا الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم جيرا بحملة توعوية، وذلك بهدف وضع مناضليه وسكان الإقليم على الواقع المعاش في البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. حليمة السعدية يعقوب. شملت زيارة الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS بإقليم جيرا محمد جمعة بكر ثلاث مقاطعات، كل من منقلمي وبكين وأبو طيور، بهدف توعية المناضلين والمناضلات حول المواضيع التي تطرق إليها الأمناء العامون خلال الاجتماع الذي جمعهم مع رئيس الجمهورية جريز ديب إتنو في الأيام الماضية، والتي ضمت أربع مواضيع في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية. المساج هنا بريزان قالت الأربع نقاط ده هي دي الضروره اللي نتاعنا ام بي اس خليه يحافظوا عليها الدنيا. الأربع نقاط ده واحد منهم الاقتصاد، واحد منهم هسه قالوا لكم ده الامن. الامن ده عندنا نادم ما قدر قال، لكن انا نوريه له الامن ده هو واضح جدا. الامن ده امن ده هنا يتوحنا عننا قبال الاخر. وخلال هذه المناسبة تداخل ممثلي المقاطعات الثلاثة بعدة كلمات استهدفت جلها حول المواضيع التي طرحها الأمين العام الإقليمي للمناضلين والمناضلات على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى نشاطات الحزب في جميع المجالات. الأمين العام الإقليمي محمد جمعة أبكر والوفد المرافق له فقد أقاموا بالرد على مختلف الأسئلة الموجهة إليهم بهدف التقدم والازدهار لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ MPS إلى الأمام.